رجعنا من جديد في فير بلاي، مازلنا في استقبال ضيوفنا. معنا في التليفون المدرب حاتم المدب، المدرب السابق لنادي التحيل في قطر، كان جه عرض من نادي السالمية الكويتي باش ينتقل ان شاء الله في الايامات القادمة لتدريب هذا الفريق. سي حاتم، اهلا بيك. مرحبا سلام، مرحبا بكل المستمعين الكرام. مرحبا بيك سي حاتم. دونك بعد شوية ممكن ايامات اخرى هكا باش تكون في نادي السالمية الكويتي ان شاء الله، هكا ولا؟ والله ان شاء الله، ان شاء الله الاتفاق موجود وان شاء الله ربي يسهل في الخير ان شاء الله. صحيح فما يعني الاتصالات وفي انتظار ان شاء الله لبدايه الخدمه، وان شاء الله وان شاء الله ربي يسهل هذاك. باهي حاتم المدب، اللي ما يعرف ما خدمتش برشا في تونس لكن خدمت برشا في الخليج، اكيد تجربتك خاصه في نادي التحيل القطري هي اللي شدت الانتباه. صحيح بون، الخدمه اللي صارت اكثر في الخليج، ربما في نادي الفاحير في الكويت في دوري ممتاز الكويتي اللي اكثر يعني كانت اطول وكانت على مستوى دوري ممتاز يعني على سنتين ونص متواصله. والتجربه كانت مهمه في نادي العربي القطري اللي تجربه كمدرب اول فريق الاول كانت تجربه مميزه، والتحيل كان باساج صغير لكن كان مهم بحكم قيمه النادي و اسم النادي على المستوى العربي والاسيوي معناها ذيك، لكن الفتره كانت قصيره على مستوى الفريق الاول ما كانش طويل. وهي التجربه الاخيره اللي كانت في قطر قبل ما نرجع لتونس يعني في الفتره. الشواء نتاع انك تبدا تخدم من قطر ومن الخليج معناها كان جا بطبيعته، ولا انت بحثت باش تخدم من غادي قبل تونس ولا لا؟ لا لا، انا ديجا ديبار بتاعي انا من مستقبل جابس يعني الفريق الاصلي هو مستقبل جابس، خدمت هنا في ترجي الريس في قوافل القفصة كمساعد على فترات كمدرب اول، ما كانتش التجربه ما كانتش طويله. من بعد كيجيك العرض معناها باش تخرج وتحسن يعني الوضعيه الماديه والتجربه الجديده على مستوى البروفيسيونيل وكل شيء، دونك الامور تمشي بطبيعتها فهمت. اي دوبوي واحد بقى غاديك في الخليج، المدرب التونسي صراحه معناها مرغوب فيه بصفه كبيره، سمعتنا مميزه والحمد لله، دونك تبقى ديما تجيك العروض يكلموك انديه ما تنجمش ترفض، خاصه لما تشوف على المستوى المادي والمعنوي التقدير فهمتني، دونك تولي الاختيار يجي بطبيعته ماهوش يعني اختيار مسبق ولا. والكارير دونترنور يعني ماهيش مسطره، ما تنجمش تسطر كاريرك تمشي الامور بطبيعتها، وبارك هو اللي يخدم ان شاء الله ديما ربي يوفقه ان شاء الله. باهي خلاص، كنت في الفتره اللي فيها اللاعب التونسي اللي نتبعوه برشا يوسف المساكني، علاش يوسف ما كملش في التحيل؟ والله انا ويوسف قابلنا في التحيل فتره قصيره، لان الفتره اللي انا كنت فيها الفريق الاول فتره شهر ولا شهر ونص على الفريق الاول، كان هو وقتها خدمنا فتره قصيره، وبعد كان عنده اكثر التزام على المنتخب الوطني نذكر في شهر نوفمبر يظهر لي. دونك من بعد كي رجع يوسف سيتي الشوا معناها ديجا تاع الاداره كون جاب صبري لاموشي كمدرب فريق الاول، اختيارات فنيه وقتها صبري اختار انه يوسف وبعض الاسماء الاخرى اللي كانت يعني قرار تاع صبري وقتها، حتى حكينا مع بعضنا انه يحب يعمل دماء جديده مع قدومه هو في الفريق، حب نفس جديد ديما الحق الكلام اللي حكم علاقتي وقربي مع صبري لاموشي وقتها ديما الكلام ايجابي على يوسف جامي معناه يتكلم كلام سورتو من الناحيه الفنيه ولا من الناحيه الانسانيه ديما الكلام كان ايجابي. اما الفعل مش ايجابي برشا. سون دي شوا، سي سون شوا ديجا بعد في اخر العام هك شفت مهدي بن عطيه زاد خرج مؤخرا، شكر ودودو واحد من احسن اللاعبين يعني في الدوري البرازيلي في بالميراس اللي فاتت جاي للتحيل السنه هذه وقدم موسم فوق المتوسط، ورغم هذا تم معنا شكر وخرج. دونك لي شوا تاع الاداره الفتره هذه كانت انها تغير المحترفين تعطي نفس جديد، تحيل فريق اللي في الفتره الاخيره بدا يهرم شويه من ناحيه العمر، اللاعبين خذوا اكثر سنوات ربما صارت نوع من الساتوراسيون شويه، اللاعبين فازوا بكل الالقاب الممكنه معناها باستثناء ربما ابطال الشامبيونز ليج تاع اسيا، غير هذا يعني على مستوى المنتخبات الوطنيه الناس لعبت في اعلى مستوى. دونك سي حاتم انت قلت لي قريب برشا لصبري اللاموشي وعندك بيه علاقه، ما تشوفش قعدت له شويه العقده نتاع انه جا لمنتخب تونس قبل وصار له مشكل على ذاك، صار كانه شويه من الانتقام لعبيه التوانسه؟ والله ما نصورش الامور تمشي شخصيه لهالدرجه معناها سي ترو معناها ما نصورش. على سالتك انا خاطر اللي نعرف حتى اللي كان فما اتصالات متقدمه مع بين التحيل وفرجاني ساسي كما يعرفوا الناس الكل، ابارامون صبر لا مش يعطى راي اخر في فرجاني ساسي. صحيح سمعت الكلام ولا كيما انت سمعت،
من شهر جانفي انا من قبل ما نجي يمكن فتره قبل ما نقدم استقالتي مع الاداره اني نغادر الفتره الاخيره. من وقت سمعت اللي فما فرجاني باش يجي وفما الكلام هذا واخذ ورد ما نجمش ندخل في التفاصيل هذه بتاع يعني امور نفسيه بتاع اللي نعرفه كونه صبري يحترمنا معناه جموع ظاهريا معناه فهمتني يكون باهي في علاقته مع التوانسه ديما فما نوع بتاع شويه يعني مش نقول تعاطف ولا لكن هو الراجل محترف يخدم على روحه وما عندوش الكوتي هذا لكن ما تصورش اذا مدرب في المستوى هذا يعني باش تدخل المعطيات هذه معناه باش يخلي ما نصورش نصور حاجات اكثر سي بلو بروفيسيونيل ولي شوا من بعد الله اعلم بما في داخل القلوب معناه. باهي تجربتك اللي باش تكون في الكويت ان شاء الله بارامون فما شويه مشكل صغير بخصوص التلقيح حاجه كيما هكا ولا؟ والله ان شاء الله ربي سهل في التلقيح صحيح فما اختيارات هنا بروتوكولات بتاع الدول تختلف الكويت من الدول اللي فارضه تاخذ جرعتين يعني من بعض التلقيح المعتمده عندهم معناها مش اي تلقيح وجرعتين يلزم باش تدخل التراب تاع الدوله هذه اختيار بتاعهم ان شاء الله تتحل في اسرع الظروف في اسرع الاوقات الحكايه زي هك شفت في تونس تلقيح شويه يعني متعثره الحكايه الناس اللي مغادره ولا عندها عقود ولا ما فماش اولويه خاصه يظهر لي ولا حاجه سبيسيالمون اللي نحن ولا اللي عندك التزامات ولا حاجه اللي تسرع لك في التلقيح انا نستنوا ربي سهل ان شاء الله الحاجه هذه ما تكونش عايق يعني قدام الالتزام تاعنا مع النادي. قاعد تعمل شويه مساعد صليت ما عادش اتصلت بشكون حاولت تشوف حل والله حاولنا كي الناس الكل مع اللي لهنا يعني مرات التلقيح اللي معناها يظهر لي الحاجه في معناها لو سيستيم اي ان بو فيروي معناها في التلقيح معناها على المنظومه ايفاك ظهر لي والامور تمشي معناها حاجه انفورماتيزي شويه دونك ما فيهاش برشا تدخل بشري في الحكايه دونك ما نعرفش اسكو ثم اولويه ان الناس اللي عندها عقود ومسافره ولا حاجه موجوده ولا الحق ما نعرفش نتكلموا كي الناس الكل سالنا والباقي زاد بريتو زاد هذه خدمه هي كل دوله كيفاش تختار يعني سياستها وربي سهل كاين اذا مش في النادي هذا في انديه اخرى معناها بريتو محترفين والحمد لله زي ما حكينا المدرب التونسي ديما الحمد لله مطلوب معناها في الخليج العربي ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا لك سي حاتم على دخلك معنا يعيشك يا سلام ميرسي ويعطيك الصحه وبونجورني بالتوفيق عايشك. ان شاء الله نيمالا نشوفك في الفريق السليمي الكويت تتحل المشكله نتاع التلقيح والا كما قلت انت نيمالا في تجربه خارجيه او حتى تونسيه اخرى خلال الايام القادمه مازلنا مواصلين معاكم في فير بلاي حتى الخمسه قبل هذا سهيل السمعي في